اهلا اهلا بحضرتك يا دكتور سامي. انا بحيي حضرتك وبشكركم على الاستضافه الكريمه، وبحيي ضيفيك الكريمين، وبحيي معالي الوزير. وانا مستعد مش بس ان انا امنع من الخطابه، انا مستعد تماما لو انا مخطئ ان انا امنع من اي حديث، وانا نفسي اتوقف عن اي حديث. انا يا سيد الكريم اشرح في سياق سوره ال عمران، وانا افسر القران من سنه ونص، نعم من سنه ونص على قناه المحور في برنامجي المسلمين يتساءلون، يعني بشتغل كل يوم على الهواء، ساعه على الهواء يوميا، وبيشاهدنا اخواننا المسلمين واخواننا المسيحيين في الشرق وفي الغرب. والحمد لله رب العالمين ما عندناش مشكله، القضيه كلها ان احنا بنفسر القران الكريم، وفي سوره ال عمران قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فاتكلمنا في هذا الاطار في هذا الموضوع، مع التاكيد اللي قلناه انه التعايش بين الناس مش حتى على ارض وطننا مصر، على الكره الارضيه، ده واجب، وان احنا كل انسان له الحق فيه الحفاظ ليه على عقيدته وعلى دينه وعلى شعائره، وده معروف عننا، ده يكاد يكون محفوظ عننا مثل هذا الكلام، الحمد لله ما بنغليش فيه ولا بنزيد عليه. واي فيديو، شوف حضرتك نفس الفيديو يا فندم، نفس الفيديو اللي اتقال فيه الكلام ده في العقيده الفاسده، نفس الفيديو اللي قال اخواننا بنحبهم ويحبونا ونبرهم ويبرونا والحساب على ربنا. عمرنا اطلاقا، احنا حريصين جدا يعني على ده. عايز تقول انك كنت متوازن، قلت عن العقيده المسيحيه عقيده فاسده، بس المسيحيين احنا اهلنا وبنحبهم. وانا مش بس قلت كل العقيده، انا قلت بعض، انا قلت بعض اليهود وبعض النصارى اللي بيقولوا ان ربنا ثلاثه، فاللي ما يقولش ثلاثة ويقول واحد أهلا وسهلا. بس قبل القضية، وبعدين هل يا سيدي إن أنا النهاردة بتعامل مع ملحد مش مع أخ ليا مسيحي يجوز إن آكل من ذبيحته وأتجوز من نسائهم؟ هل أنا أتعامل مع ملحد؟ هل أنا أصلا من حقي أن أحاكم الناس على دينهم؟ الله تعالى حتى عندما خاطب الكافرين قال لكم دينكم ولي دين، طب وقال يعني الاستكراه في الدين. ألا تشعر، ألا تشعر دكتور سالم، عفوا دكتور سالم، الا تشعر ان يعني حتى تفسيرك هذا يعني اضر ويضر ويجرح مشاعر اخوه على لنا كل في حال الوطن؟ يا سيدي، على كل حال انا لا اعتذر عن عقيدتي، لا اعتذر، لكني اعتذر عن الجرح، اذا كان كلامي سبب جرح لاي حد انا اعتذر عن هذا الجرح لكل اخواتي في الشرق وفي الغرب. طيب يعني مسألة إن حضرتك مش هتعتلي يعني منبر الخطابة مرة أخرى، كيف تراها؟ لا، إذا أنا مخطئ ما اعتليش، وأنا نفسي ما اعتليش، ما يعني يبقى ما استحقش اعتليه، إن أنا ما بقاش أنا سالم عبد الجليل عامل كتاب في سجل الخطاب الديني، كان بيدرس إلى إما 10 سنين ويتقال عني مثل هذا الكلام، وأنا أكثر حرصاً على الحب والمودة والسلام بين الجميع، وأنا أكثر حد، أنا أكثر حد اتأذى من الإرهابيين بشكل عام. وامبارح للأسف أحد الزملاء في الإعلام يقدم فيديو كان الإخوان بيقتلوني فيه في جامع الرحمن الرحيم بعد ما نجح ثورة يوليو الحمد لله رب العالمين، حد مقدمه على إن إخواننا المسيحيين بيقتلوني الجامع. المسيحيين ما يعرفوش أذى، يعرفوا محبة، وديننا ما يعرفش غير محبة، وإحنا لا يمكن أن نحارب أحد على أساس دينه. يا سيدي أنا شارح بعد حادثة الكنيستين في طنطا في الإسكندرية، أنا شرحت وثيقة قلت إنها موجودة في دير سانت كاترين وهي وثيقة أثرية قد لا تكون منسوبة لسيدنا النبي، لكن فطرتي تقول إنها تتناسب مع كلام سيدنا النبي. وعلى فكرة أنا ليا حضرتك نظام رسائل موجود على الثلاث شبكات، والثلاث شبكات نشرة ليا على مدى شهر هذه الوثيقة اللي بتبين فيها إن كل إنسان على أرض الوطن الإسلامي بلا استثناء أخونا في الدين أو أخونا في النسب أو أخونا في الإنسانية، وليه حق المواطنة وحق الحفاظ على عرضه وحق الحفاظ طيب. على ماله، ولا يجوز إطلاقا أن يعتدي أحد على أحد بسبب مخالفة في الرأي طيب. ولا مخالفة في الدين. دكتور أخوك القس رفعت فكرة عايز يوجهك. أهلا وسهلا بيه، أهلا بيه. إزيك يا شيخ سالم؟ أهلا بيك، إزيك يا دكتور؟ أنا يعني سعدت بلقاء حضرتك في مرات سابقة، وسعيد طبعا إني أسمعك طبعا دلوقتي. أنا طبعا أقول لحضرتك بس ثلاث نقط باختصار شديد. طب النقطة الأولانية، من حق حضرتك تفسر القرآن الكريم كيفما تشاء، وأعتقد أن حضرتك واسع الاطلاع وعارف أن هناك تفسيرات ضيقة وهناك تفسيرات واسعة. يعني مثلا أنا قريت حديث شريف بيقول: المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. ووفقا للمفهوم ده، أنا كمسيحي إذا الناس سلمت من إيدي ولساني فأنا مسلم بهذا المفهوم. الأمر الثاني،
نحن كمسيحيين نؤمن بإله واحد لا شريك له، بس يمكن مفهوم الوحدانية عند حضرتك بيختلف عن مفهوم الوحدانية عندي. حتى داخل الدين الواحد، المعتزلة لهم تصور عن الله، الشيعة لهم تصور عن الله، المسيحية لها تصور عن الله، لكن في الآخر كلنا بنؤمن بإله واحد، لكن العقل الإنساني في جميع الأديان محدود، لا يستطيع أن يدرك هذا الإله العظيم. لكن أؤكد لحضرتك أنه لا يوجد مسيحي يؤمن بثلاثة آلهة، جميع المسيحيين على كل وجه الأرض يؤمنون بإله واحد لا شريك له. الأمر الثالث، عقيدتي الفاسدة بأن عيسى نبي الله ولا ابن الله؟ ما هنا بقى نتكلم زي ما حضرتك عايز في العقيدة، زي ما انت عايز، مش في عقيدتي. في العقيدة حبيبي انا بحترم جدا، انا مش مفروض ان اقف في عقيدتك. كويس، وحضرتك ناس في عقيدتي، ما عندكش مشكلة. انا مش اقول لك النقطة الثالثة، اقول لك النقطة الثالثة. عقيدتي الفاسدة علمتني احبك واحب كل الناس. عقيدتي الفاسدة ما علمتنيش اني اكره حد. عقيدتي الفاسدة ما علمتنيش اني اقاوم حد، ما علمتنيش ان اظلم حد، ما علمتنيش ان افجر نفسي في ابرياء. دي عقيدتي الفاسده من وجهه نظر حضرتك. تفتكر يا دكتور رفعت ان انا ضد ده كويس؟ تفتكر حضرتك سالم عبد الجليل ضد ده ولا انا غير ده؟ لا، وانا عارفك كنت بتقول كده. انا ادعوك لسماع الفيديو يا دكتور رفعت. طيب هو الفيديو 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 معانا دلوقتي يا دكتور سالم. اتفضل يا فندم، وانا بقول طيب. ان ده لا يمنع ان احنا اخوه. هنعرض الفيديو، جزء من الفيديو. اتفضلوا يا جماعه. انا متابعك كويس من 10 سنين. اتفضلوا. يموتون وهم كفار، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، الى ان قال: وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال ان تبت الان، لا شكرا خلاص بقى، ولا الذين يموتون وهم كفار، لا ده ولا ده. فدول زيهم بالضبط، كفروا بعد ايمانهم، لعلهم اليهود، لعلهم بعض النصارى، لعلهم بعض، ايوه، امنوا بعيسى، امنوا بموسى، وبعدين كفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام. نذكرهم بمحمد، لا 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 لا، وكان كويسين، وطلع بعض الناس للاسف توهوهم زياده، ده انتوا مؤمنين وزي الفل. والله 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 المشايخ اللي بيقولوا للمسيحيين واليهود انتوا مؤمنين ضللوهم وما خدموهم. هيفرحوهم دلوقتي ولا هيفرحوا منهم دلوقتي ويسقفوا لهم؟ ده انتوا ائمه ما حصلتوش ومشايخ ما حصلتوش. طيب يوم القيامه سيقف هؤلاء على الصراط وهيقولوا: يا رب فلان ده قال لنا ان احنا مؤمنين واحنا مشينا وراه، ضللنا، جاز لو قالنا لا انتوا غلط كنا فكرنا. فانتبهوا يا مشايخ، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. فانا بأعذر الى ربنا، لا يا يهود ويا نصارى انتوا طيبين وبشر وهنعملكم كويس زي الفل، وانتوا اخواتنا في الانسانيه، لكن الفكر اللي انتوا عليه والعقيده اللي انتوا عليها عقيده فاسده. شكرا يا مولاي. طيب الدكتور رفعت، الدكتور رفعت يا دكتور سالم بيقول لك شكرا. وانا برضه بشكره وهساله: هل هو يراني مؤمنا؟ بالتاكيد لا، ان انا لا اؤمن بعيسى ابن الله ولا اؤمن بان عيسى طلب، وده حقي وده حقه. طب بس ما هو الراجل ما طلعش على التلفزيون وقال لك ان عقيدتك فاسده. طيب نعديها، ما عنديش مشكله. نعم؟ نعديها، لكن على كل حال انا بحترمهم وبقدرهم، والدماء والاعراض والاموال مصانه للجميع، واحنا لا نحارب من سالمنا ابدا، وان احنا نؤمن بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم منكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ونؤمن تماما بانه من اذى ذميا فقد اذاني. نؤمن تماما بانه الانسان حتى لو كان ملحد له الحق في الحياه. طب ما انت اذيتهم دلوقتي يا دكتور. طب انا بعتذر عن الاذى يا سيدي. بالكلام اذا كان ده يكفي الدكتور رفعت، انا سعيد بهذا، ما كانش يكفيه، له عندي ما يكفيه. بس الحقيقه في بس ملاحظه. طب بس هو الراجل لسه معانا على التليفون. يعني فمعلش يعني طيب. ننهي هذا يعني حضرتك بتعتذر عن الاذى ولكن لا تعتذر عما جاء في حديثك. يعني هذا اعتقاد يا دكتور يا استاذ، هذا اعتقاد، ما مش هعتذر عن ايه؟ طب قول لي، يعني انا لما اجي افسر قول الله تعالى: وما قتلوه وما طلبوه، هقول لهم لا ده هم قتلوه. طب قول لي يا دكتور، يعني عفوا، يعني ايه الفايده في طرح هذه الموضوعات دلوقتي؟ مفيش فايده، مش موضوعات يا حبيبي، انا افسر القران، جاءت الايات في هذا السياق. ايوه، ما يعني مش من دنيا، مش هقول لها يعني، ما القران مليان ايات كتيره، يعني جت على الايه دلوقتي. يعني انت شايف يعني المجتمع، يعني شايف المجتمع ناقص يا دكتور سالم؟ انا افسر القران
الترتيب ويوم عيد العمال تبقى فصل ايات العمل طيب. والنهارده تبقى فصل ايات المسامحه. انا عايز اقول لك في ليله نصف من شعبان وفيها التسامح وفيها عفو. يا شيخ سالم اتفضل. اليس في القران الكريم من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر؟ بلى فيه بلى. كويس. اليس في القران الكريم ان من يؤمن بالله وبملائكته ورسله وكتبه فله اجره؟ مؤمن برسله يا فندم، مؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يا سيدي الفاضل انا قلت انا مؤمن به لكفرك المسيحيون. اقسم لك يا تصديق ليس عن توهمك، قلت يا شيخ سالم انا مؤمن برسول الله محمد لكفرك المسيحيون. يا شيخ سالم كما هم يكفروني بالضبط. اسمعني بس اسمعني اتفضل. نبرة التكفير ديت حضرتك لك ايمانك وليا ايماني بدليل. وانا ما قلتش لا يا حبيبي. اسمع انت مؤمن، انت مؤمن بما لا اؤمن به، كويس. وانا كويس. مؤمن بانت بما لست مؤمنا به، كويس. لكن هنا في النهايه تعاملنا جميل مع بعض. هنا بقى الجزئيه، هنا الجزئيه لما نطلع بقى على وسائل الاعلام ونسيء لمعتقدات بعضنا البعض. حضرتك احنا كان عندنا بابا الفاتيكان الاسبوع اللي فات والتقى بفضيله الامام شيخ الازهر، والراجل قال عدة خطابات في منتهى الروعة تدعو للتعايش السلمي وللمحبة ولقبول الآخر. ليه مش قادرين نتعايش مع بعض على الرغم من أننا أصحاب أديان مختلفة؟ اشتغلنا مع بعض، اشتغلنا مع بعض، وانت عارف كويس أول فكر وثقافتي يا دكتور رفعت، وانت عارف كيف قايل الكلام ده من شوية. تأذنوا لي بس شيخ سالم، ليه مش قادرين نتعايش والكلام ده ما جبناش سيرته خالص؟ فضيلة الدكتور سالم أكدنا عليه يا لو فضيلة الدكتور سالم لو تأذن لي سيادة تفضل. وفي الحقيقة هو غير مناسب أن يكون الحوار بهذا الشكل في الإعلام، والقضايا المتعلقة بدراسة العقائد والأديان المقارنة هذه في قاعات الدراسة، وربما الشيخ سالم وهو يشرح في آية من الآيات ما كان يجب أن يثار هذا من الإعلام ومننا الآن من سيادتك. لا ما حضرتك عفوا يعني أنا عفن عارف أن أثير اديني فرصة يعني طبعا يعني وإحنا بنتكلم عن الحد على الكراهية الآن. فلماذا نحن يعني نستثمر هذا ونعرضه بهذا الشكل ونتكلم في هذا؟ هقول لسيادتك على شيء. اليوم في الصباح أنا كنت في ملتقى أو مؤتمر وكان الأنبا أرميا موجود وكان الأب جريش موجود في جامعة القاهرة في جامعة القاهرة، وقال التجديد ما بيمسش الثوابت لكن يمس المتغيرات، وقال أنا ليه عقدتي في الكنيسة، والأب جريش قال إحنا إلى عهد قريب كان الإنجيل ما يطلعش عليه الناس، بعد كده الاطلاع عليه دي كان من أسرار الكنيسة بقى فيه اطلاع عليه، دي ثوابت وده كان بمجمع فاتيكاني تم هذا، والثوابت والعقائد أمر يخص الإنسان، فبالتالي طرحها ليس من الحكمة بهذا الأمر. يعني حتى لو سيادتك لديك اعتراض أنا كنت أفضل أن تتفضل تزور السيد وزير الأوقاف أو تتكلم مع الشيخ سالم. بس السيد وزير الأوقاف هو اللي أثار الموضوع دلوقتي، يعني احنا بنتكلم عن موضوع الدنمارك، فالدكتور محمد مختار جمعة أثار موضوع الدكتور سالم عبد الجليل، إيه؟ فبالتالي لازم أنا احنا نتواصل. أنا أقول أن مسؤوليتنا جميعا سواء كعلماء دين أو كنيسة دين إسلامي أو كنيسة أو إعلام أو صحافة أو غير ذلك أن ندرك مخاطر الامور بالتاكيد، بس وان ندرك بس الكلام ده ما يجب ان يقال يا ريت يوجه لا ايضا نعم. يعني يوجه الى الاعلام ويوجه ايضا للدكتور نعم. سالم عبد الجليل وهو سامعني دلوقتي لانه سالم ما تفضل به الدكتور سالم الدكتور كان في برنامج تلفزيوني نعم. يعني ما كانش في محاضره ولا في مسجد ولا في ندوه ولا في اي حاجه. انا بقول لسيادتك الدكتور سالم معانا وسياده القس وسيادتك، انا اقول ايه اننا جميعا مسؤولين مسؤوليه كامله تأكيد. عن إدراك الأبعاد يا دكتور محمد الأمور. قبل حضرتك تتكلم فرق بين أمور تدرس في قاعات العلم والدراسة، وسيادتك بتدرس أدراس أديان مقارنة وأنا بدرس أديان مقارنة، وأنا بروح المكتبة بتاعة الإنجيليين وبطلع كتب وبدرس طيب. وسيادتك نفس الشيء مكان نتناقش مكان هذه القضايا والإعلام قاعات العلم والإعلام شيء آخر طيب. وأخطر شيء النهاردة للدكتور نعم. سالم يا أنا بقول للجميع لنا جميعا أخطر شيء النهاردة
أن تناقش قضايا الدين على شاشات الإعلام، فده ابتزال للعلم. تعليق حضرتك يا دكتور سالم. لا أبدا، أنا متفق تماما يا فندم مع كلام سيادة الدكتور مهان ربنا يكرمه، وقد يكون الحديث ما كانش في وقته، لكن هي سياق الآيات هي اللي جرتنا لده، وإن شاء الله في مستقبل الأيام سأراعي الظرف وأراعي الكلام الذي يقال في هذا الشأن. فتح الله. شكرا. وإحنا بنحبك يا شيخ سالم بالرغم من عقيدتنا فاسدة في نظرك، لكن بنحبك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت أخي في الإنسانية وأحب لك ما أحب لنفسي. في الإنسان وفي الوطن، مش أخوك في الوطن. في الوطن هو. ده 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 عم يا فندم، يعني هل 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 المسيحي ولا الملحد في أي بلد في العالم ما أخاف الإنسانية؟ أنا لا يمكن أن أحاكم أحدا على دينه أبدا. احنا بنحب بعض وفي الوطن ده اشد كمان. طيب اشكرك دكتور سالم. زي ما تفضل معالي الوزير وقال في وثيقه المدينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال مع اليهود المؤمنون مع اليهود امه واحده، احنا امه واحده. ايوه بقى، بس يبدو انك انت نسيت الموضوع ده لما كنت بت طيب كنت امام الكاميرا. يعفو الله عنا. اهلا شكرا. بيك وشكرا للاستضافه يا فندم. شكرا دكتور سالم عبد الجليل، وكيل الاوقاف الاسبق.